صباح الخير، مساء الخير، وين ما تكونوا. فنانة مطربة شمس، مو عادتي أعمل لقاءات، لكن اليوم أنا لازم أعمل هذا اللقاء ولازم أستجوب. معنا حالة فريدة عالمية، تقريبا الأولى من نوعها، بحكم أني أنا إذا تعرفوني تعرفون أني أنا لفيت العالم، وإذا متابعين رحلاتي تعرفون أني أنا التقيت بأهم الأطباء والعلماء تقريبا في العالم للتعلم لفهم ما هو الإنسان، أو ما هي الروح، أو ما هو الجسد، أو النفس، أو العقل. لكن من لما تعرفت عليه for first time، وبالصدفة كان عن طريق اليوتيوب مع دكتور نواف الشبلي، نحب نوجه له تحية لأنه هو كان سبب أني أنا تعرفت على الدكتور، لاحظت أنه لا، في شيء جديد، في شيء أنا ما أعرفه، في شيء ما سمعت عنه، في تركيبة، في كومبينيشن علمي أول مرة يمر علي. سو لازم أنا أتعرف على هذا الدكتور وأتعرف على نفسي من جديد من خلاله. لي تقريبا فترة طويلة، أكثر من كم سنة أحاول أني أوصل له، فأخيرا وصلت له، وصار لازم أني أنا أعمل معالقة، وزي ما ابتديت أتعلم منه أنتوا تتعلموا من عندنا، من عند الدكتور. معانا الدكتور نادر بطو من فلسطين، فلسطين الأصل. دكتور، أنا هنا في فلسطين عنده، موجودة في الأكاديمية تبعه والسنتر والعيادة، سموها It's so huge ما شاء الله. دكتور، أنا ما حعرف أعرفك لأن أنت تعرف عن نفسك، لأن تخصصك مو موجود من عنده. Can you talk about yourself؟ دكتور أخصائي، أول شيء شكرا على اللقاء، سعيد جدا بهذا اللقاء. أنت شكرا أنك استضافتني. دكتور أخصائي بأمراض القلب وعمليات القسطرة، نفس الوقت اللي كنت تعلمت الطب، سألت أسئلة، هل وجود للروح؟ هل في وجود للروح؟ هل في وجود للروح؟ قديش النفس مهمة في الأمراض العضوية؟ فمن هذا المنطلق صرت أسأل أسئلة، ولقيت إنه الطب أعطيناش هاي الأجوبة. يعني الطب هو عملياً مركز في الجسم، في الجسد، والعمليات البيوكيميائية والإلكترومغناطيسية، بس ما فيش مكان لا للنفس ولا للروح. صحيح. فعملياً طورت طريقة علاجية اللي مسميها الطب الشامل الموحد. هذا الطب اللي بوحد الروح والنفس والجسد مع بعض، مش بس يعني شعارات، بشكل عملي. لسه كنت راح أسألك بشكل عملي، كيف بشكل عملي أنت قادر أنك توحد النفس والروح والجسد مع بعض علمياً؟ عمليا احنا اذا بنطلع على الكون بنشوف انه مبني من طاقه، معلومات، وماده. اها، هذا الكون يعني ما فيش ولا شيء خارج عن هذا الشيء. يعني اول شيء في عندنا معلومات، هاي المعلومات هي بتوجه الطاقه انها تشتغل في مسير معين محدده، وفي عندنا الاجسام الماديه اللي هي تعبير عن المعلومات اللي موجودة في هذا المجال. كيف قدرت تجمعهم مع بعض؟ كيف سويت هذا الكومبينيشن أن النفس والروح والجسد يقدرون يجاوبونك كدكتور عن إيش فينا؟ عملياً لما بنطلع على أي جسم، إن كان إلكترون أو إن كان أي مادة، بنشوف هذا إنه في له مجال مغناطيسي. وهذا المجال المغناطيسي فيه له معلومات محددة. فإذا منطبقه على جسم الإنسان، منلاقي إنه جسم الإنسان في حواليه كمان مجال مغناطيسي، صحيح، اللي هي الطاقة الحيوية. وهذا المجال المغناطيسي هو اللي بعطينا الترتيب والنظام الفيزيولوجي في الجسم. يعني كل إشي بيصير عندنا بيصير بشكل عفوي نتيجة تفاعلات كيميائية في الجسم، نتيجة وجود مجال مغناطيسي اللي بيرتب كل الفعاليات في الجسم بشكل محدد. فسميتها روح، يعني لأنه بتعطيها الحياة. إيش الروح؟ يعني
بنعرف الروح هي الطاقة والمعلومات اللي بتعطي للجسد الحياة. الروح هي الطاقة والمعلومات اللي بتعطي للجسم الحياة. يعني شو الفرق بين إنسان حي وإنسان ميت؟ إنه الإنسان الميت أو الجثي ما فيش فيها الطاقة المغناطيسية، وكأنه البطارية فضيت. هل ممكن الروح تموت من أماكن من الجسم وأماكن لا؟ ممكن. إحنا بنسميه هذا مرض عمليا. يعني تصوري إنه لما بيظهر سرطان بالكبد، عمليا الطاقة الحيوية تبعت الكبد هبطت لدرجة إنه صارت الخلايا خايفة إنها تموت، فبتصير تتكاثر حتى تعيش، وهذا التكاثر بنسميه سرطان. ألا أجين دكتور، هذا مهم تشرح مفهوم السرطان أو معنى السرطان بالنسبة لحضرتك والطب اللي أنت كمدرسة مؤسسها، هو عبارة عن خلايا أحست بالخطر لانتهاء الحياة فيها بالزبط. فقامت جمعت بعضها علشان تحاول تولد حياة ثانية بالزبط. فسمي سرطان. فإحنا نجي في العلم الحديث وفي الطب الحديث نستأصل هذه الخلايا فيموت العضو، عشان كذا اللي يصاب بالسرطان إذا يروح للمستشفيات العادية فترة بسيطة ويموت. هو عمليا بموتش من السرطان نفسه، بموت من السبب اللي أدى لظهور السرطان. السبب النفسي؟ السبب اللي أدى لظهور السرطان هو هبوط الطاقة الحيوية في الجسم. وهبوط الطاقة الحيوية في هذا العضو نتيجة أزمة نفسية اللي أخذت من العضو الطاقة الحيوية. يعني في علاقة مباشرة بين الأزمات النفسية والضعف الطاقة الحيوية في العضو، في العضو الملائم للأزمة. هل لكل أزمة عضو أو لكل عضو أزمة معينة خاصة فيه؟ لكل أزمة في إلها عنوان محدد، في عضو محدد، في مكان محدد. مش بس بالعضو، في مكان، في مكان محدد. يعني example مثلا شخص في عنده التهاب هذا المفصل، أي هون فيش عضو لأنه مفصل، صح؟ شو بقول لك؟ إنه في مسار طاقة اللي بيمشي، هو هذا المسارات الطاقة اللي بيستعملوها الصينيين اللي بحطوا عليها إبر صينية. لما مسار الطاقة بسكر بصير في انقباض بالعضلات بالأوتار. لما المفصل بيشتغل تحت توتر بصير في احتكاك وبيعمل خلل وبيعمل ضرر بالمفصل، فبتيجي عملية الالتهاب حتى تصلح الضرر اللي صار. احنا فكرنا انه الالتهاب هو المشكلة، صحيح، بس اتضح انه الالتهاب جاي تصلح المشكلة اللي صارت نتيجة وجود مسار الطاقة مسكر وعمل توتر على العضلات وعلى الأوتار. بس هذا مسار الطاقة له علاقة بالمصران الغليظ. مصران الغليظ له علاقة بالخوف من النقد. فبتضح انه الخوف من النقد عمل التهاب بالمفصل نتيجة تسكير المسار. حتى لما احنا بننتقد حدا قلت لك ليش عملت هيك، صحيح، ونستعمل هذا الاصبع. مره شفتي حدا بنتقد هيك قلت لك لا لا ليش؟ لانه هذا الاصبع له علاقه بالقلب، ملوش علاقه بالانسان الغليظ، صحيح. فكل مسار طاقه له علاقه في عضو. بالطب الصيني شو بيعملوا؟ بحطوا ابر صينيه حتى يفتحوا المسار، بس بحلوش ترجع المشكله، تتسكر تاني. بالضبط. ليش؟ لانه ما حليناش المشكله النفسيه اللي أدت لتسكيرة المسار. إحنا بنرجع للأساس، نقول هناك كان في أزمة، والأزمة صارت لأنه الإنسان ما تقبلش حدث اللي صار معاه بالحياة، أو ما تقبلش موقف معين. مثلا واحد انتقده، ما تقبلش هذا الانتقاد. فعدم القبول الشيء هو الأساس في في الأزمة النفسية. يعني أنا إذا تقبلت الإشي ممكن أتعلم عن طريق الإشي اللي تقبلته، إذا أنا رفضته صار في أزمة نفسية. إذا الأزمة النفسية بتضل وتعمل تسكيري في مسارات الطاقة، ما دامت هاي الأزمة مش مفتوحة وما عملناش عليها تحليل وما حررناهاش، بتضل تشتغل في الجسد سنوات طويلة لحد ما تظهر المرض العضوي.
هل بس رفض النقد أم الخوف من النقد؟ هو كل أزمة من وراها في خوف. في خوف. كل أزمة في خوف. إحنا نقول خوف من النقد. وفي عنا أربع درجات الخوف. في عنا القلق، في عنا الخوف، في عنا الذعر، وفي عنا الهلع. هدول أربع. كل نوع من الخوف هو بيكون بقوة أكبر وبتأثر بشكل ملموس أكثر في الجسم. دكتور، أنت قلت شيء أمس في محاضرة أمس، وهذا الشيء أنا حارب عليه لي سنين، وفي أطباء حاربوني حتى أصحاب علم من أصحابي، أنه قلت لو الموضوع جينات، وأنا ما أعرف ليش أنا ما أؤيد لعلوم الجينات أبدا، لأنها بتخلي الإنسان كسول ومستريح على قولتهم. أي والله أنا في مرض، إذا أنا ورثت من أبوي ولا أمي وخلص، تقبل أنا أن هذا وراثة، فما يغير من حياته، ما يغير من أسلوب حياته ولا من تفكيره، ولا يفكر يروح للسبب الأصلي. ليه؟ لأنه عنده عذر، شماعة معلق فيها، أنا عندي مرض وراثي. رأيك بالأمراض الوراثية؟ أرجوك هذا الموضوع أبي تستفيض فيه، يعني تشرحه بتفصيل. أغلب الأمراض اللي بقول عنها وراثية هي مش أمراض وراثية. إذا أنت رأيك بالأمراض الوراثية إيش؟ في عنا أمراض وراثية اللي بتنتقل عن طريق الجينات. وفي عنا أمراض مثل عم تسمعي هذا عنده مرض قلب، هذا مرض وراثي لأنه أبوه كان عنده مرض قلب. هذا إيه؟ سكر. وعنده عنده سكري لأنه أمه كانت عنده سكري، هذا صار وراثي. بس ما فيش عنا جينات اللي بتدل على الوراثي. في عنا اتجاه، يعني نفس العيلة ممكن يمرضوا بنفس المرض. بس بيعنيش إنه هذا إشي وراثي. بيعني إنه في مشاكل مشابهة عند هاي العيلة، فبصير عندهن أمراض مشابهة. يعني إذا كان خلينا نأخذ المرض الوراثي اللي موجود في جينات بسرطان الثدي. أوكي. بقول هذا مرض وراثي. أي. ليش؟ لأنه في الجين تبع سرطان الثدي هو اللي سبب السرطان. أي. ده بقول ما هي هاي الست اللي عندها سرطان الثدي وعندها جين، ظهر عندها وعمرها 50 سنة. طب ليش ما ظهرش قبل؟ ما الجينات كانت موجودة عندها. صحيح. ليش ما تفعل؟ ليش ما تفعلت؟ قول لك لا في ظروف تانية لازم تكون موجودة حتى تظهر. طب عالم إذا فهمنا الظروف التانية، تعال خلينا نشتغل على الظروف التانية. صحيح. حتى نمنع إنه الجين ما يبينش. وحتى لو كانت مرض وراثي، طب ليش ظهر عندها بالثدي اليمين ومش بالثدي الشمال؟ ما هو مش بالثدي الشمال كمان فيه جينات. صحيح. ليش ما ظهرش هناك؟ إذا كان مرض بالجينات وراثي ووراثي كان يظهر بالناحتين، بس بنلاقي إنه ظهر من ناحية واحدة. لما منروح على الطابع النفساني منلاقي إنه الثدي اليمين له علاقة في أزمة غير جنسية مع الزوج. أزمة غير جنسية. غير جنسية. يعني عدم إحساس بالأمان، خوف. بالضبط. خوف تفقده، خوف انفصال. انفصال. يعني تفاقم من ناحية العلاقة، أما ما لهاش علاقة من ناحية جنسية. أوكي. يعني الآن بس عشان نفندها دكتور، إذا جات أزمة سواء تليف بعيد الشر، كانسر، حاجة بالثدي اليمين، هي عبارة عن إن هذه المرأة أزمة عندها مع جوزها، أزمة مع زوجها أو مع رجل آخر، أو يعني رجل في حياتها، رجل في خايفة حياتها. من فقدانه، خايفة أنه مثلا يخونها، أو خايفة أنه يتركها، أو خايفة أنها ما تعجبه. إذا يخونها بأثر على عنق الرحم. أوكي. إذن مش الخيانة. مش الخيانة الجنسية. شو عندنا؟ لما بيكون فيه مثلا جدال طول الوقت، بفهموش واحد الثاني، مشاكل ومشاكل عصبية. هاي إلي وهاي حتى لو يحبون بعض، حتى لو يحبون بعض. بس ايش المهم؟ انه يكون في فقدان طاقة حيوية عاطفية. اوكي. صور صدر اليمين هو فقدان طاقة حيوية عاطفية مع الرجل، مع الرجل. من المرأة مع الرجل. صدر الشمال، صدر الشمال له علاقة في الام وبالاولاد. يعني اذا بنطلع اكثر من اللازم طاقات حيوية عاطفية على مشاكل مع الأم أو مع الأولاد، هاي الطاقة بتيجي من الثدي اليسار. فهي كلها معلومات. كيف يعني نطلع؟ أنا لازم أقاطعك كل شوية، استحملني، لأني أنا أخذ مكان الناس اللي تبغى تفسير.
انت تتكلم علمي عميق مو كل حد بيفهم، فانا ابسط شوي. ماشي. كيف يعني انا عندي مشكله مع امي او مع اولادي قام صار عندي ضرر في الثدي اليسار؟ يعني example. يعني الست بتحس انه امها بتحبهاش، وطول وقت في نقاش بينها وبين امها، وطول وقت هي اغلب المراهقات يحسوا بتهاجم بتهاجم امها وامها بتهاجمها. هسه من ناحيه نفسيه كل شيء نفساني بحاجه لطاقه حيويه، هاي الطاقه الحيويه بتجيش من ولا شيء، بتجيش من الهواء، بتيجي من جسمنا. فلكل ازمه في عنوان محدد. اذا كان منين اجى هذا العلاقه مع الام عمليا؟ الشخص متعلق بامه لما كان يرضع. اذا كان في انفصال عن الرضاعة شو بصير بالثدي؟ بصير يتكون فيه تراكم الحليب. صحيح. وينتفخ. صح. بصير يوجع. صح. ليش؟ بسبب الانفصال. صح. فهذا ظلت هاي المعلومة موجودة، لما بصير في انفصال عاطفي بصير الثدي يرد فعل. الناحية الشمالية هي الأنثوية والناحية اليمينية هي الذكرية. الذكرية. فهاي المعلومات بنسميها اليوم epigenetics. epigenetics اليوم يعني وصلوا لدرجة يفهموا إنه الجينات مش هي اللي بتعين حتى صفات الإنسان. كيف إذا أنت تشبه أبوك أو أمه؟ أنا بشبه أبوي بس أنا مختلف عن أخوي، مع إنه الجينات تبعت أمه وأبوي نفس الجينات. صح. أرجوك رد عليهم أبو سيدك. يعني هاي الفرقية كبيرة. منين جاي؟ جاي من إنه لما أنا خلقت بذبذبة معينة، لما الأب والأم التقوا والحيوان المنوي مع البويضة كانت في ذبذبة أو معلومة معينة بهاي الوقت المحدد، هو اللي بيأثر أي جزء من الجينات يظهر وأي جزء يتخبى. معلومة معينة كيف؟ معلومة يعني مثلا اليوم بقدر أقول لك إنه بطلع وجه الإنسان وبعطيه شفرة، وهي الشفرة عمليا عينت وقت لما بصير في الالتقاء بين الحيوان المنوي مع البويضة، وبصير في صفات للإنسان. بطلع على الشخص بعرف إنه هو هل في عنده طاقة ذكرية أكثر من أنثوية، هل في عنده مثلا عنصر النار فبتلاقيه إشقر وعيونه زرق ووجهه أحمر، هل هو هوائي فبتلاقي عيونه مجوفات وخشمه بارز وعظام وجهه بارزات واسنانه فيهن خربطة يعني مش مرتبات. إذا كان هوائي. إذا كان هوائي. إذا كان مائي بتشوفي وجهه مدور ومليان وعيونه كبار وخشمه صغير وتمه مليان وحلو. وإذا كان ترابي بتلاقي ناحية التحتانية واسعة وخشمه كبير وعيون شوي بعاد وشعره مطقطق. فالعناصر تحكم بالشكل. فأي معلومة وقت لما صار في تكوين كانت في ذبذبة تبعت أي عناصر موجودة بهاي الفترة. مثلا عند الأبو في عنده هواء وتراب، عند الأم عندها هواء وماء وما فيش عندهن نار. بس لما التقوا وحبوا بعض صارت وصار التكوين. كانت فصل الصيف. واكلوا مأكولات اللي هي حاره وشريمس وكان فيه النار. انفايرمنت. هسه بيطلع انه الولد فيه نار مع انه لا الام ولا الابو عنده النار، فممكن حتى يطلع اشقر وعيونه زرق، مش لانه الجار اشقر وعيونه زرق، لانه لانه بالفتره الزمنيه هاي كان في عمليا وجود عنصر النار اللي اثرت انه تعبر عن صفات النار اللي موجوده في الجينات. دكتور راح يطلع الحين دكاتره وعلماء، طالع لنا دكتور نادر بطه 30 سنه جراحات قلب وشرايين وادمغه وما في مخ ما في تحته، تجي تكلمهم بالعناصر والنار والهواء والتراب. نعم.
شنو بالنسبة للناس اللي هم اللي الآن صار في مرض اسمه أعطيني الدليل؟ أوكي؟ ما هو الدليل اللي تقوله أن في نار وفي تراب وفي ماء لهم مش لي؟ أنا طبعاً طبعاً أنا من هالمدرسة. يعني إحنا لما نتعامل بالطب الشامل الموحد نطلع على كل المعلومات وكل العلم اللي تراكم منذ وجود الإنسان. فمش معقول نقول إنه كل المعلومات اللي تراكمت لحد اليوم اللي صار آلاف السنين آلاف سنين من النجاح. من النجاح يعني. من النجاح. مجرد طلعوا على الصين وطلعوا على الهند. بالضبط. وما فيش عندهم الطب الحديث. لا والأعداد. أي. فنقول خلينا نكون حكيمين ونتطلع على تجربة السابقين. فمش معقول باجي أنا أقول كل هذا اللي السابق ملوش أي معنى. أي هم يقولون معنى. وملوش أي قيمة. قل لا. خلينا نتطلع ونفحص الأشياء اللي جاي من الماضي بشكل منطقي عن طريق العقل وعن طريق المعلومات وعن طريق العلم الموجود اليوم. يعني أنا لما أجيت سألت السؤال هل وجود للروح؟ طبعا كل دكتور بقول فيش روح، هاي يعني أفكار لشعوب بدائيين، ما فيش روح. فأنا قلت مش معقول إنه فيش روح، ولقيت نفسي بفوت في مجال الفيزياء. حتى يعني لأن الروح معلومات تعرف بالفيزياء، لأنه هاي معلومات وطاقة ومادة. علم الفيزياء هو اللي بعطينا الرد. صحيح. فروحت للفيزياء وسألت الأسئلة، طب هذا هاي الجزيئات كيف خلقت؟ بقول لك كان في انفجار عظيم وخلقت. طب عال بس كيف؟ أنت قلت لي قبل انفجار عظيم ما كانش في إشي، كيف ممكن أنت تخلق إشي من ولا إشي؟ صحيح، من العدم. فمن هنا لقيت نفسي ببحث في أمور الفيزياء، والحمد لله لحد اليوم نشرت 13 مقالة في الفيزياء اللي بتفسر العلاقة بين المعلومات والطاقة والمادة. دكتور وين نلاقي مقالاتك؟ بالإنترنت. وين؟ يعني بتكتب باسم نادر بوتو. إيه؟ بتكتب مثلاً International Journal of Psychiatry Research، بيطلع كل المقالات اللي كتبتها في مجال الطب البديل، الطب الشامل الموحد. ممكن ينزل هذا اللينك تحت الفيديو اللي راح ينزل طبعاً الآن. طبعاً ممكن نحطه. ينزل إيه؟ والمقالات الفيزياء انتشرت في مجلة اللي اسمها Journal of High Energy Physics, Cosmology and Gravitation. هناك في 13 مقالة اللي أخذت كل المشاكل الموجودة بالفيزياء اللي ملهاش حل. يعني سألت السؤال الإلكترون شو شكله؟ بالفيزياء بقول ملوش شكل. طب كيف ملوش شكل وبتقول لي فيه له قطر؟ فيه له قطر بالفيزياء، الإلكترون فيه له قطر. أي. ففتت ولقيت إنه للإلكترون له شكل حوامي بدور، بدون الدوران ما فيش كتلة. الكتلة هي عمليا خلقت نتيجة وجود الحركة، بدون حركة ما فيش كتلة. بس ها يعني قبل ما يكون في حركة كان في فراغ، وهذا الفراغ مش فاضي، مليان. بس الاشي الوحيد اللي ما كانش فيه هي حركة. لما بتصير في حركة بتصير المادة. يعني الفرق بين قبل الانفجار العظيم وبعد الانفجار العظيم وجود الفراغ بدون حركة، لما صار في حركة ظهرت المادة. ومن هنا فتت حتى جبت من ناحية علمية شو شكل الفوتون، منين جاي سرعة الفوتون، ليش يعني الفوتون ممشي بسرعة 300,000 كيلومتر بالثانية. مين قرر هاي السرعة؟ الله. ممتاز. أنا بقول أنا بآمن بالله، بس بدي أفهم كيف ربنا سبحانه وتعالى عمل كل إشي. يعني بنفيش إنه أنا بيكون في عندي إيمان وبنفس الوقت أسأل أسئلة عن كيف ربنا سبحانه وتعالى خلق كل إشي. فلقيت الـ 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 الطريقة، الذكاء، الانتليجنس، ديفاين انتليجنس، يعني الذكاء الرباني اللي موجود في هذا الكون. وركزتهم في 7 قوانين كونية، وعن طريق هدول 7 قوانين كونية ممكن تطبقيهن على أي مجال بدك إياه.
إن كان روحاني ولا إن كان بيولوجي أو إن كان طبي أو إن كان فيزيائي اللي بدك إياه. كل شيء. كل إشي. ما هي القوانين نسميها؟ القانون الأول هو قانون التوحيد. يقول كل إشي بلش من طاقة واحدة. مش بقول من ناحية دينية ربنا خلق كل إشي. معناته كل شيء طلع من توحيد لا إله إلا الله. بالفيزياء بقول لك كل الأشياء المادة موجودة أساسها طاقة واحدة كونية أولية اللي منها كل الأشياء الثانية طلع. فهذا قانون التوحيد. القانون الثاني هو القانون اللولب اللوغاريتمي. اللولب اللوغاريتمي بقول لك كيف الفراغ تحول لإشي عن طريق الدوران اللولبي الحلزوني. لما صار فيه الانفجار العظيم صار فيه فرق من ناحية الضغوط والدرجة الحرارة، صار فيه حركة بالفراغ وهي الحركة عملت حوامات. كل حوامة هي جزيء. يعني اللي هي يسمى علم الطواف عندنا. علم الطواف موجود في كل الأديان من آلاف السنين. هي كل خلية في جسم الإنسان كل تطوف شيء كل شيء يطوف ذرات الكون كل شيء هو يطوف. كلن يطوف باتجاه معين حتى لما بتطوف حول الكعبة. يس هذا هي عمليا سبيرالة هي exactly. هي لولب لولب اللي بتخلي الطاقة تمشي معهن وتركز الطاقة بشكل اللي كل اللي موجودين فيها بيكونوا مغمورين بهاي الطاقة بياخذوا قوة اللي مش فاهمين منين جاي هاي القوة. إذا نحن خلينا نتوقف عند هذه دكتور لأن مئات الملايين من المسلمين يطوفون حول الكعبة ما يعرفون ليش. أوكي ويروح مش فاهم ومش فاهم إن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأتون إن اللي يروح للحج يأتي كما ولدته أمه ينظف من الذنوب أو الطاقات السلبية. الآن نرجع إنه علم الطواف هو أحد القوانين السبعة أو ثاني القوانين السبعة بعد التوحيد. اللي هو كل شيء. إذن الطواف حول الكعبة لغاية علمية ترجع الإنسان لمكون الأصلي في إنه هو يرجع كل الباور اللي كان فاقده. بالضبط يعني يصير جزء من قوة منظومة كاملة. منظومة كاملة اللي بتصير وكأني أنا صرت خلية صغيرة في هاي المنظومة. في هاي المنظومة نعم. والطاقة تبعت الحوامة هي بترتب لي الطاقة تبعت الجسم وكأنه عملت غسيل طاقة. تصور يعني. إذن إحنا هنا نرجع لإنا لله وإنا إليه راجعون. فهي الرجوع للمنظومة الكونية الأساسية العنصر الأول. أنت لما تعمل عملية الطواف ترجع للعنصر الأول تتحد معه. إذن أنا عملت التوحيد ومن ثم إنا لله وإنا إليه راجعون اللي هي أنا الاتحاد مع المنظومة والعنصر الأول حتى إن الله وإنا إليه راجعون. عمليا الروح الإنسان جاي من روح الخالق صحيح ونفخنا فيه. نعم. فلما إحنا الجسد يعني بدوب وبموت فبنرجع للخالق صحيح كمان. إن الله نراجع. القانون الثالث اللي نسميه الثالوث الكوني. إيش الثالوث الكوني؟ كل إشي اللي موجود في حالة ثبات دائما معمول من ثلاثة. مثلا إذا نأخذ المكونات الرئيسية تبعت المادة من إيش معمولة؟ من بروتون نيوترون وإلكترون. قلنا الإلكترون هو لولب. البروتون والنيوترون معمولات من ثلاث أجزاء اللي هن كوارك نسميهن. كل كوارك هو لولب. لما هدول ثلاث لوالب بتصلوا مع بعض بكونوا البروتون والنيوترون. يعني هاي الثالوث الكوني هو الأساس لثبات المادي. البروتون نفسه يعني إذا بتعمل حساب قديش الثبات اللي فيه بعطيك الثبات إشي رهيب. حتى لما بيروحوا بيحسبوا قديش عمر البروتون بيطلع عمر البروتون أكتر من عمر الكون من الثبات اللي موجود فيه. فالبروتون والنيوترون معمولات من القانون الثلاثي. إذا إحنا أخذنا الإنسان فبيطلع الإنسان معمول من جسد نفس وروح. أوكي. وإذا أخذنا الجسد الجسد طالع من ثلاث طبقات جينية اللي هي
عمليا الجنين اللي هي الطبقة الداخلية اندوديرم، الوسطى ميزوديرم، والخارجية اكتوديرم. إذا خدنا النفس بيطلع عنا الإيد والإيجو والسوبر إيجو، وإذا خدنا الروح بنلاقي الروح الحيوانية والروح الإنسانية وروح القرين. هذه اللي فسروها غلط عند المسيحيين، الآب الابن الروح القدس الثالوث، هذا اللي تفسرت هو الثالوث الثالوث الكوني المقدس. نعم. عمليا الآب والابن والروح القدس كمان هذا ثالوث، يس، وجزء من القوانين الكونية. صحيح، بس التفسير طبعا التفسير فهم غلط. القانون الرابع، إذا احنا فهمنا انه القطب المغناطيسي معمول من ثلاث محاور، زي بالضبط كيف البروتون نيوترون معمولها. yes. القطب المغناطيسي معمول نفس القدر نفس الشكل، لما قطب بيلتقي مع القطب الثاني بصير في عندنا القوة القطبية اللي هي مصدر الحياة. يعني مش ممكن يكون في حياة بدون ما يكون في قطبين. مش ممكن يكون بطارية تشتغل إذا كان ما فيش فيها قطبين معاكسات، يين يانغ، بالضبط ذكر أنثى. يعني هذا الأساس وهذا القانون اللي وجعلنا من كل شيء وخلقنا من كل شيء زوجين الذكر والأنثى، بالضبط القطبين. القطبين هذول. نعم. القطبين بفوتوا فيه حركة. لما بتحطي أنت قطبين، كل إنسان في عنده قطب بالصدر وقطب بالحوض، قطب إيجابي وقطب سلبي. هدول الأقطاب عملياً أخذوا التغذية من محبة الأب والأم. كل ما أخذنا محبة أكثر لحد جيل 21 سنة، كل ما الأقطاب كانت يعني أقوى، وكل ما الطاقة يعني صمدت أكثر لوقت طويل. لو أخذناها من الأم والأب أز عاطفة، عاطفة محبة محبة محبة. وبعدين بتعلق قديش بعد ما أنا أخذت هاي المحبة وسكروا الأقطاب. وأنت بتسكر، لما العظام الطويلة بتسكر الأقطاب بتسكر وتبطل تقدر تمليها بزيادة. دكتور، واللي ما أخذ هذه المحبة من الأم والأب، حتى ما الإنسان اللي ما أخذش محبة، في سبب ليش اختار انه يخلق عند ام وابوه ما يعطونا بدون محبه. ليش؟ لما بيكون ما فيش محبه بصير يتعلم قيمه المحبه، وبصير في عنده اختصاص بعطاء المحبه لغيره، فبتحول لمصدر المحبه والعطاء، وما كانش متعلق بمحبه غيره له. كن هو السورس للمحبة، بالضبط هو بيكون المصدر. خليني أشرح هذه دكتور مهمة، لأن ثلاثة سيتابعنا مراهقين وكبار وصغار. إذن الإنسان اللي ولد من أم وأب، نفترض أب ميت بدري، أم مو عارفة تعطي الحب، مش ضروري ما تحب بس مو عارفة توصل الحب، وأغلب الأمهات في العالم العربي عندهم مشكلة في كيفية توصيل هذا الحب. فهذا الإنسان اللي يجي مختار هو يجي عن طريق هذه العائلة علشان يتعلم تجربة. هاي نقطة مهمة، مختار. لأنه في أشخاص كتير ممكن يقولك كيف أنا اخترت. 99% يقول لك أنا ما اخترت، أنا جيت للدنيا مغصوب. بس بكون بقى أنا بس هذا نتكلم عنه اللي بعد أبطل عشان نشرح أن هذا بروجكت الحالة. هل أنت جيت مخير أو مسير؟ اخترت أنا أجي في هذه العائلة، الأم والأب هذيلة، وما أخذ منهم العاطفة، علشان أنا أساس وجودي نشر الحب. فأنا ما أخذت الحب، فلازم أنا بهالحالة. كل بنت أو شاب يتابعنا ما أخذ العاطفة، ما أخذ الحب الحقيقي، ما عرفوا أمه وأبوه يوصلوا له هذا الحب، فأنت أساس وجودك أنك هذا الحب اللي أنت حرمت منه تتعلم كيف تعطيه من غير مقابل. بالزبط. لأن في التفكير في المقابل هو اللي يجيب لك الأمراض النفسية. ليش؟ لأن توقعاتك عالية، أنا حبيت فلان فلازم فلان يحبني أقوى مني أو بنفس طريقتي، وإذا لم يحصل هذا الشيء يجيني ديبريشن، خيبة أمل، يجيني خيبة أمل واكتئاب، وصار في أزمة، أو صار أزمة، وأنا حبيت أخويا وأخويا ما حبني بالصيغة اللي أنا أبغاها، فصار عندي أو 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 أو. فأنت تتخلصون من هذا كله
زي ما علمني أمس الدكتور أنه تحب من غير مقابل، لأنك حرمت من هذا الشيء، فاعرف أن اللي أنت انحرمت منه تخلقه أنت من جديد وتوزعه، فبهالحالة تأخذ المقابل من الخالق. التوحيد، رجعنا للطواف، التوحيد. فأنت بهالحالة راح يكون عندك اتصال مع السورس، السورس أو الخالق أو الله سبحانه وتعالى هو اللي راح يعطيك المصدر اللي أنت انحرمت منه ووهبته للآخرين. بهالحالة أمراضك النفسية راح تختفي، أمراضك الجسدية تبتدي جسدك يعالج نفسه، وتبتدي تكون إنسان نوراني أقرب بالزبط. للملائكة أو ملاك. بالضبط. الشخص النوراني هو الشخص اللي عطاء محب وبتصرف زي جزيئات النور اللي هي الفوتونات. ملائكة. الفوتونات عمليا وعالم الملائكة موجود في القطب الإيجابي تبع العالم الروحاني، بينما عالم الجن والشيطان موجود في القطب السلبي. إسا مش كل جن هو شيطان، لأنه في عندنا 7 طبقات من عالم الجن، من الشيطان اللي هو بأدنى طبقة لحد العبقريين اللي هم موجودين في الطبقة 7 من. هو جن، هو قريب على الإنسان وبساعد الإنسان وبسبب لتقدم وتطور من ناحية تكنولوجية ومن ناحية أفكار جديدة ومن ناحية اختراعات وتجديدات. دكتور، هل هذا اللي أنت تسميه جن، وفي القرآن في مسميات للجن وفي الكتب السماوية في التوراة والإنجيل كله يتكلم عن هذا الموضوع، هل هو نقدر نعتبر أنه من ضمن هذا؟ مع أني أنا مش مع موضوع الجن، هل نقدر نعتبر المسمى هذا هم نفسهم اللي الجاردز أو الحفظة؟ في القرآن يقول جعلنا لكل إنسان حفظة، يعني بين من أمامهم من خلفهم يمينهم شمالهم فوقهم تحتهم، أن الإنسان لم يخلق عبث له حفظة. هل الحفظة هم القرين والجن، ولا مين الحفظة من وجهة نظرك؟ لأن أنا بأخذ أمورك اللي تكلم فيها علمي بحاول أردها لأصل الكتاب كترجمة. يعني روح الإنسان، لما نحكي عن روح الإنسان ينقسم 3 أقسام عندنا: روح حيواني، روح إنساني، وروح القرين. الروح الإنسانية جاي من النور، جاي من عالم الملائكة. الروح الحيوانية جاي من المجال المغناطيسي عمليا، وروح القرين جاي من عالم الجن. فتصور يعني في عندك مجال مغناطيسي اللي فيه قطبين، قطب إيجابي قطب سلبي. بالقطب الإيجابي الطاقة بتطلع منه، بالقطب السلبي الطاقة بتفوت فيه. عالم الجن بأخذ طاقة، عالم الملائكة بعطي طاقة. فبنصير نفس النموذج الفيزيائي نحكي عن عالم الروحاني، ما فيش فرق، لأنه القوانين الكونية نفس القوانين الكونية. هذا القانون الخامس اللي بحكي لك عنه، اللي هو شكل المجال المغناطيسي اللي عن طريقه يكون في عنا قطب إيجابي قطب سلبي، وفي عنا في الوسط البرزخ. والبرزخ اللي بيفصل بين القطب الإيجابي والسلبي. والأرواح تبعت الإنسان، الروح الإنسانية جاي من عالم البرزخ. ليش؟ لأنه إن كان ملاك اللي بعرف بس يعطي بعرفش يأخذ، إن كان جن اللي بعرف بس يأخذ بعرفش يعطي، مش بقدروش يكونوا يعيشوا بهذا المجال. اللي هو الإنسان فقط اللي يعيش فيه، لا بقدرش يفوتوا بالإنسان، بس الأرواح اللي فيها الإمكانية من العطاء والأخذ. أي ممكن هي مش الإنسان بس اللي عنده هاي الإمكانية؟ عند الحيوان في عنده المجال المغناطيسي. عند الإنسان إشي مميز فيه هو الروح الإنسانية اللي جاي من عالم الملائكة، بس العالم الملائكي الموجود بالبرزخ. لأنه البرزخ مقسوم كمان لقسمين، في برزخ لعالم الملائكة أو في برزخ لعالم الجن. الشياطين، مش الشياطين، الجن. عالم الجن. قلنا مش كل جن هو شيطان. إذا لما بيكون الجن في عنده إمكانية للعطاء والأخذ، بنضم إلنا كروح قرين. أوكي. يعني بس نفس روح القرين، إذا إحنا كنا أنانيين بصير شيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن فنقيد له شيطان فكان له قرين. أوكي.
يعني الإنسان اللي بذكرش اسم ربه وما فيش عنده إيمان وفي عنده بس أنانية، الروح القرين تبعه بصير شيطان. خلينا نفسر هذه دكتور بليز. الإنسان اللي يأخذ ما يعطي. يجي واحد، الناس مو فاهمة أن الأخذ من غير عطاء مش ضروري مادة وفلوس. صح. آه، الإنسان اللي يحب العالم تهتم فيه، في أم مريضة أن أولادها لازم يهتمون فيها، لازم يحبوني. لا وتهددهم 24 ساعة بالجنة والنار ورضاي عليكم ورضاي، يعني في أم هي ما تدري أنها جالسة فقط تأخذ، مو قادرة تعطي. هذه يعني يسمى أنانية، الأنانية اللي هي الأخذ بدون عطاء. بدون عطاء. وفي أب نفس الشيء، وفي أولاد يتعاملون مع أبهاتهم، وفي زوجة تتعامل، وفي زوج، يعني الموضوع مش بس ماديات، حتى على المستوى العاطفي. إذا الشخص اللي يكون أناني في العاطفة يبغى يأخذ عاطفة، مادة، اهتمام، attention، وقت، كل شيء، هذا الشخص هو اللي راح يصير لقرين سيء. يتحول القرين اللي هو المفروض يكون جارد وشيء كويس حقه، يتحول إلى سيء بسبب سلوكه. ونفس القرين هو مسبب الوسوسة. على أشرح هذه، يعني نقول كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. منين جاي هذا الوسواس؟ من الجنة والناس. يعني جاي من الجن، من قرينك، من قرينك. يعني إذا أنت غذيت قرينك بالأنانية برجع لك أنانية، بصير يقول لك ليش ما خدتش، وين وين. يعني بصير كل فكرة بتصير عند الإنسان اللي بتعيد على نفسها أكثر من 3 مرات وما فيش من وراها أي فايدة، هاي بنسميها وسواس. لا عيدها. كل فكرة اللي بتكون عند الإنسان اللي بتعيد على نفسها، أجتك فكرة طول الوقت هاي فكرة رجعت كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة ومن وراها ما فيش أي فايدة، هذا بنسميه وسواس. هذا الوسواس. ليش؟ بصير بس يأثر عليك ويسكلك الطريق. بس في لها وظيفة هذا الوسواس كمان. شو وظيفتها؟ وظيفتها أن تفرجيك الإشي السلبي الموجود عندك. بصير الوسواس ينفخ فيه، ينفخ 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 لحد ما تصل لدرجة أنه صارت مبينة، وبصير يعمل حتى يطلع من هذا الوضع اللي بعطيه معاناة. يعني الوسواس ساعده حتى يطلب مساعدة حتى يطلع منه. آها آها. يعني ماكو ضرر عند الإنسان إلا ومن وراء فائدة. دائماً. 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 حتى الأمراض، حتى الوسواس، حتى الاكتئاب، حتى المرض، صح. حتى الكانسر. يعني طلع الاكتئاب. شو الاكتئاب؟ هي رد فعل دفاعي، الهدف من وراء إنه يوفر من إنه ما يضيعش طاقة حيوية اللي مش موجودة عنده. عشان كذا يعمل له شت داون. هو شت داون لأنه فيش عنده طاقة. أي. فيحافظ على المتبقي. المتبقي بيقول لك ما تسويش شيء، خليه. فعشان كذا المكتئب ما ينام، ما يصحى، ما يروح، ما يجي، فهو حالة دفاعية. إذا كل اللي احنا فهمناه انها أمراض هجومية هي حالات دفاعية، الجسم والروح والجسد والنفس يتصرفون فيها للحفاظ على ما تبقى من الطاقة لحد ما الإنسان يساعد نفسه ويجدد طاقة. بالضبط. بتعلم من عفوا، بتعلم من الصعوبة وبكمل عملية التعليم. أي. وبربح من المشكلة، من المرض. حلو دكتور. كل متخصصين التنمية البشرية، التنمية الذاتية، يتكلمون في أن نفسك ثم نفسك ثم نفسك، وأنا مع هذا المبدأ، بس الآن نبي نفسره بطريقة جديدة. لأن هو فهم أنه نفسك ثم نفسك، أنه طز بالآخرين، لا توقف جنب الآخرين، لا تساعد الآخرين إلا لما أنت تكون أخذت احتياجاتك الكاملة لنفسك. أوكي؟ كيف أنت ممكن هنا المفهوم هذا إيه؟ كيف نحاوله من المفهوم اللي الناس فاهمينه العادي إلى المفهوم الحقيقي؟ وعملياً إذا إحنا فاهمين أنه جاينا حياة حتى نعمل عملية استكمال. شو يعني استكمال؟ نعلي الذبذبة تبعت الروح الإنسانية حتى
تتقرب خطوة إضافية باتجاه النور الرباني. في قلبي لما أنا انضميت لهذا الجسم فيه روح حيوانية، والروح الحيوانية هي أنانية من طبيعتها. ليش؟ لأنه هذا المبدأ تبع صراع البقاء. يعني أنا بدي أكل وشرب وبدي هذا إلي ونسل، يعني كله حتى إيش الحيوان يبقى في الحياة. فإحنا انضمينا لهذا الحيوان إحنا كهيئة روحانية نورانية حتى نتعلم عن طريقه العطاء للآخرين، لأنه الحيوان بعلمنا بده كل إشي لنفسه، وفي عنده توقعات وفي عنده خيبات أمل، فبصير يعاني. الروح الإنسانية بتطلع على المعاناة وتفهم إيش لازم تعطي للغير عن طريق المعاناة تبعت الروح الحيوانية. لما تقول أنت لنفسك بالأول وبعدين تعطي غيرك، يعني أنا بسمعها كتير أنه بالأول لازم تتعلم تحب نفسك عشان تحب غيرك. أنا بقول ما هي تحب نفسك هي بيلد إن، يعني موجودة في طبيعتك. ومن هون أجت المشكلة، المشكلة وبلشت نتيجة محبتك لنفسك. ليش الإنسان بحس أنه في عنده نقص بالمحبة؟ لأنه أراد المحبة لنفسه. لما أنا بدي إشي لنفسي بنقصني، إذا أنا بديش إشي معين بنقصنيش. وأنت بنقصني لما بدي إياه لنفسي، صح؟ فمن هون جاي أنه عمليا المعاناة، أنه أنا حاسس أنه مش قاعد بحب نفسي، هي جاي نتيجة الإرادة أنه أنا أتقبل هاي المحبة لنفسي، ومنها لازم أتحرر. كيف أتحرر من محبتي لنفسي؟ عن طريق العطاء. ليش؟ إذا أنا أعطيت لشخص صرت سعيد. إذا حدا أعطاني محبة بعطيني هناء انبساط، بس الهناء والانبساط هو مؤقت. بينما العطاء والسعادة، الإنسان بحس سعيد في حياته، هاي السعادة بتضل في روحه. طب دكتور، إذا احنا أعطينا الأشخاص الخطأ، ما فيش خطأ. كيف؟ ليش ما فيش خطأ؟ يعني مش الزايد أخو الناقص، احنا مش نتكلم بالقطبية الآن، مش نتكلم بالبلس والماينس. مظبوط. إذا أنا جيت عطيت العطاء اللي غير متناسب مع الشخص، الشخص هذا مش متعود ياخذ هذه الكميه. يعني حتى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول تنقوا صدقاتكم، يعني اعرفوا لمين تعطون والكميه اللي تعطونها وشلون تعطونها. بدون شك. شلون انا نظم اللي انت تقولك؟ احنا نرجع للقارين الاخلاقيات. ليش؟ كيف ننظم؟ كيف ننظم عمليا؟ انا ممكن اعطي الشخص اللي قبالي حتى امتحانات، حتى صعوبات. ممكن يعني العطاء مش بس عطاء مادي. أوكي. مش أنا بس حب وغرام وحنية. أنا بعطيه الإمكانية إنه يتعلم عن طريق التجربة والمغامرة معي. أوكي. يعني أنا ممكن أعطيه حتى تصرف أجريسيف، حتى ممكن أعطيه ممكن تصرف قاسي، بس ممكن. هذا القصد منه عطاء. بالضبط. ليش؟ لأنه شاف أشياء اللي كان بالأول مش شايفها. يعني عطائنا، وانت الانسان بحس انه اعطى الشخص مش مزبوط، لما اعطاه وتوقع منه مقابل، لما المقابل ما جاش قول انا ما كنتش لازم اعطيه. مش ضروري مقابل دكتور، ممكن انا اعطيت شخص عاطفه او فلوس او ماده او وتصرف فيها خطا، مش ضروري رجعها لي، انا ما ابغى شيء منه. هاي دروسه، انا بتدخلش في دروسه. مره كنا في بالسياره واجا واحد يطلب مصاري، يطلب شحاد. اجت حماتي بتقول له انا بشتري لك، سالته ليش بدك المصاري؟ عشان اكل. قالت له انا بجيب لك الساندويتش. قالت له لا انا بدي مصاري. انا بقول لها انت شو بهمك، اعطيه مصاري. فرضا اخذ المصاري وراح اشترى مخدرات، هو بحاجه بهاي اللحظه لا إشي تاني. يعني بقدرش أحط عليه شرط إيش لازم أعطيه. إذا أنا بدي أعطيه من نفسي بعطيه، وهو حر يساوي اللي بده إياه. مش عشان عمل أشياء غلط باجي أقول ما كنتش لازم أعطيه. إذا أنا شايف إنه عطائي لهذا الشخص بسبب لي سعادة أعطي. يعني العلامة إذا كان صح ولا غلط هو شعور بالسعادة.
إذا أعطيته ما فيش شعور بالسعادة معناته هاي مش محبة، في إشي تاني من وراء. فإذا نستعمل مبدأ السعادة كدليل كمؤشر للأشياء الصحيحة اللي بنعملها فيش فيها غلط. طب دكتور أنت لما تكون في الطيارة يقولوا لك من ضمن توصيات الطيارة أنك أول شيء تحط الماسك الأكسجين لنفسك وبعدين للآخرين عشان تقدر تساعد الآخرين، صح؟ شلون أنا ممكن أقدر أساعد الناس وأعطيهم الحب اللي مشروط واو واو والمطلوب مني أني أنا أيغنور مايسلف؟ لا شفتي هذا، فهمت؟ هاي هذا نتيجة، اللي راح ينسأل. هاي نتيجة أنت. أنا ما قلتش أنه لازم إحنا نتغاضى عن نفسنا. بليز أبغى شرحها عشان كذا، لأنه الآن الكل حيسأل هذا السؤال. ليش؟ لأنه أنا في عندي روح حيوانية، روح إنسانية، روح قرين. الروح الحيوانية في إلها احتياجاتها. يعني إحنا بنقول أنا حصان وخيال والجي بي إس على دان الحصان. الروح الإنسانية هي الخيال. الروح الحيوانية هو الحصان والجي بي إس هو القرين. إسا أنا حتى أكمل مشواري المفروض أنتبه لاحتياجات الحصان تبعي. أعطيه أكل وشرب وراحة وجنس وخلف واللي بده إياه خده. بس إيش أنا يعني بحسش نفسي إنه أنا الحصان، أنا الخيال اللي راكب على الحصان والحصان جاي يخدمني مش أنا أخدم الحصان. I am not the body. بالضبط. أنا مش جسمي. وأنا فاهم إنه هذا الجسم هو وسيلة آلة اللي بتخدمني، اللي لازم يعني أعمل كل إشي اللي أحافظ عليها بشكل سليم. And now we talk. لأنه اللي قبله كان كلام لا. ما راح ينفهم بالصيغة المطلوبة. لا. كان مفهوم إن أنت الآخرين 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 وتوظف نفسك. الآن now we talk. build yourself بالشكل الصح اللي جسمك واحتياجاته ونفسك واحتياجاتها النفس الحيوانية. ومن ثم انطلق للآخرين ووزع المحبة عليهم من غير شرط. من غير شرط ويعني وبدون ما أنا أجي أسبب خطر معين على كياني. ها بليز وضحها، لأن اللي ينقال بالأول إنه لا حتى لو تسبب لك خطر حتى لو لو لا هاي ما قلناهاش. أوكي حلو، هاي ما قلناهاش. تنفهم كذا دكتور ممكن أي. أما مهم جدا ونعرف إذا أنا جيت أعمل استكمال في الحياة الهدف من عملية الاستكمال إنه أتعلم أعطي كل إشي اللي هو حقه، كل ذي حق حقه، أعطي كل إشي اللي حسيت إنه ناقصني اللي عمل لي معاناة. ليش؟ لأنه هذا الإشي الأساسي حتى نعرف شو مصير الإنسان. يعني ناس كتير ضايعين ومش عارفين إيش هي الطريق الملائم في حياتهم. صحيح. وكل إنسان في له صراط مستقيم. وصراط المستقيم تبعت الإنسان هي عملياً بيمشي حسب المعلومات اللي موجودة في الروح الإنسانية اللي أجت معاه من حيوات سابقة. يعني أنا اليوم نتيجة كل الحيوات السابقة من في الماضي، فأنا اليوم في عندي إمكانيات معينة، معطيات معينة. إذا مشيت حسب هاي المعطيات وهاي الإمكانيات أنا كنت سعيد في حياتي. ليش؟ لأنه بعمل الجهد، أنا قاعد بحقق طبيعتي، بحاولش أكون شخص تاني أو إشي تاني حتى أفرجي نفسي لغيري. أنا نفسي وكل إشي بعمله بشكل طبيعي، جريان بشكل طبيعي، وكأني في موجود في النهر وقاعد بسبح بنفس اتجاه الطيار النهر. مع جهد قليل بتقدم كتير، وهي العلامة إنه أنا ماشي في المصير. فعنا علامتين، العلامة الأولى السعادة والعلامة الثانية هي التعاسة أو المعاناة، والتنتين هن تابعات للمصير. فبتقولي كيف ممكن المعاناة تكون جزء من المصير؟ عمليا السعادة بتقول لي أنت ماشي بالاتجاه المضبوط كمل. المعاناة بتقول لي أنت توقعت لنفسك أشياء معينة اللي ما تحققتش، صار في عندك خيبات أمل. هاي الأشياء هي الأشياء اللي لازم تتعلم تعطيها لغيرك.
بمحبة فبتنتقل للسعادة. يعني هي بتأشر لك إيش الأشياء المهمة في مصيرك اللي لازم تعملها. كل الأشياء اللي بتعملش معاناة وبتعملش سعادة هي جزء مش جزء من مصيرك. كل الأشياء اللي بتعمل لك سعادة أو بتعمل لك معاناة هي جزء من المصير. فهيك الإنسان بيعرف شو بالضبط شو الأشياء اللي لازم يعملها. يعني فيش حاجة تروح بعيد تصل للهند وتعملي تأملات وتعملي هي قدام عيونك يعني. بتعرف شو الأشياء. وفيك انطوى العالم الأكبر. كيف؟ سيدنا المسيح يقول أو تحسبن نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. بالزبط. كل الأكوان فيك أنت ما له داعي. المسجد في الساجد. صح. ما له داعي تروح everywhere لأني أنا ما كثير مع هذه اللي يروحون آخر الدنيا عشان يسوي تأمل وتكتشف ذاته. في مرات بساعد. ليش؟ لأنه أنت بتنقطع عن المجال اللي متعودة عليه دائما. في يعني عادة معينة دائما بتعمل نفس الأشياء فبتعمليش تغيير. لما بتشوفي نفسك في محل تاني أنا بقول دائما يعني مهم جدا. بس مو بمقابل تبيع بيتك وسيارتك وحياتك عشان تروح هالمكان. هذا القصد. لا يعني في ناس ممكن حرام يعني ممكن يأثر على حياته. صح. عشان يروح. في أشخاص مثلا شباب اللي بيطلعوا على الخارج يتعلموا. هاي مهمة جدا. صحيح. إنه يطلع على الخارج ويغير الجو الطبيعي اللي هو متعود عليه. صحيح. فبيعمل تغييرات حقيقية وبلاقي نفسه وبأخذ مسؤولية على نفسه. صحيح. هذه تختلف عن اني انا اروح عشان اروح اتعبد او كذا بدمر حياتي اللي انا فيها الان يعني. يعني تختلف. كل شيء فيه له سعر. صحيح. دكتور الاعراض والامراض. نعم. كل عرض يتبع لمرض وكل مرض يتبع لحالة نفسية. مظبوط. يعني في عندنا اعراض بدون امراض. مثلا في واحد عنده وجع كتف. كتفه بوجعه راح يعمل كل الفحوصات فيش عنده شيء. في عنده وجع بصدره. 90% من الأشخاص اللي بيصلوا لغرفة الطوارئ بالمستشفى بيعملوا لهم كل الفحوصات ما فيش عندهم شيء. بس بالنسبة لنا هذا مهم جدا إنه نأخذه بعين الاعتبار. ليش؟ إشارات. لأنه هاي إشارة اللامبة بتضوي وتطفي بتقول لي ناقصك بنزين. بحطش عليها فلاستر وبسكرها وبقول إنه هذا ولا إشي. لا بقول هاي كانت بتعلمني إذا أنا أخذتها بعين الاعتبار ورحت فهمت إنه هون في أزمة انفصال عن شخص عزيز اللي سببت وجع في الصدر من حررها قبل ما تتحول إلى مرض لمرض عضوي. دكتور العقم عند الرجل. نعم. الآن كثران. نعم. وأنت تعرف السبب ليش. نعم. من بعد كورونا العقم كثير صار. صار في يقول إنه ما في حيوانات منوية أو المصنع اللي ينتج الحيوانات المنوية غير موجود. ما تفسيره عندك؟ العقم عند الرجل الحديث هو عالمي مستوى عالمي يعني. مش وهو نتيجة هبوط الطاقة الحيوية. يعني تصور في العالم الحيوانات الحيوان الضعيف ما فيش عنده رغبة جنسية حتى ما يجيبش نسل ضعيف اللي بضرش يصارع البقاء. الله. هل تعلق؟ الله. فلما الطاقة الحيوية بتنزل الطبيعة بتقوله لا لا ما تجيبش لأنه إذا جبت نسل راح يكون ضعيف مش راح يصمد. إحنا بدنا بس الأقوياء. يعني تفرجي على سمك السلمون. أي. شو بيساوي؟ بروح بسبح آخر ضد الدنيا. كل الشلالات. صح. ضد الشلالات. صح. عكس التيار. عكس التيار. طب هني مع بعض بالبحر. قالوا إيش عاملوا كل هالشغلة. صحيح. ليش دائما أسأل هالسؤال دكتور؟ والله هاي الرحلة اللي يسوونها للتكاثر. تعرف ليش؟ بالضبط نفس الظاهرة موجودة بالرحم المرأة. يعني لما الحيوان المنوي بفوت في الرحم وبروح باتجاه المبيض عكس ال في هناك شعيرات اللي بتدزوا لورا. ايه. مش بتفوتوا لجوا. بتدزوا لورا. ليش بتدزوا لورا؟ بتدز الحيوانات المنوية الضعيفة اللي بتقدرش تمرق ضد الطيار. ما يفوز إلا القوي. بس القوي. ونفس الشيء سمك السلمون بس القوي بيصل غاد. يلا. والقوي هو اللي بتكاثر.
هو اللي بخصب وهو اللي بتكاثر بمليار. اي فمن هنا السبب هو ضعف الطاقة الحيوية. ليش في ضعف الطاقة الحيوية؟ لأنه الرجل اليوم بطل له محارب وله صياد وله مزارع وله بيعمل فعاليات جسمانية، ما يقوم بأفعال الذكور، لا هو قاعد قدام الكمبيوتر تك 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 تك، عضلاته بتفرجش طاقة استروجين، صار من جيل لجيل الحيوية تنزل والقوة تنزل. يعني الذكر صار أكثر أنثوي، صحيح، والأنثى صارت ذكر. أكثر ذكرية، صحيح. فإن أنثى حتى تخصب لا المفروض يكون أنثوية والذكر يكون ذكري، وكأنهن أقطاب مغناطيسية متعاكسة حتى يكون في بناتهن انجذاب. فلما في صار في ضعف من الجهتين فيش انجذاب، حتى من ناحية جنسية الانجذاب نزل. وين أيام زمان تذكر؟ هل في علاج إن هذه الطاقة الحيوية للي عنده عقم أو عندها عقم إن ترجع الطاقة الحيوية لو نفهم السبب الحقيقي؟ بدون شك. ليش؟ يعني هل هو له سبب نفسي غير إن هذا الذكر لم لأن في ناس يقول لك أنا فلاح وأنا أمارس كل أمور الذكورة وأنا لكن أنا عندي عقم. يعني في عندنا احنا مجالين، المجال النفساني والمجال الحيوي. يعني في عندنا التوتر وفي عندنا حيويه، في والاثنين ممكن ياثروا. يعني التوتر في النهايه باخذ حيويه وبضعف الحيويه. في النهايه اذا كانت الحيويه واطيه، الحيويه عند الذكر المفروض نعطيه طاقه حيويه ذكريه، اها، وعند الانثى لازم نعطيها طاقه حيويه انثويه. هاو كم الطاقة الذكرية الحيوية، الحيوية الذكرية عملية بتيجي من الأكل والشرب الذكري. أوكي. مثلا كل الأشياء اللي هي جذور هي ذكر، هي ذكري. كل الأشياء اللي هي بذور هي ذكري. صفار البيض هو ذكري. بياض البيض أنثوي. كل الأشياء اللي هي لحم والسمك هي ذكري. فبنحط الشدة على الأشياء على الأكل الذكري عشان ترجع الطاقة الذكورية للرجل، الطاقة الذكرية، ونطلب منه يعمل فعاليات جسمانية حتى يبني الكتلة العضلات ويبلش يفرز طاقة ذكرية وتستوستيرون حتى يرجع يكون جاهز يعطي الطاقة الحيوية للحيوانات المنوية. بينما الأنثى تأكل الأكل الأنثوي اللي هو خضرة وفاكهة وزيت زيتون. زيت زيتون هو الوحيد الأنثوي. ين يس. الزيوت الثانية اللي جاي من البذور هي ذكرية. ذكرية. بينما زيت الزيتون اللي جاي من الثمرة هو أنثوي. هو أنثى صح. وبعدين كل منتجات الألبان والحليب هذا أنثوي. صحيح. فمنركز الطاقة على أكل الأكل الأنثوي عند الأنثى، بس لازم يكون كمان واعيين إنه مش أي أكل أنثوي فيه طاقة. إيه لازم يكون أورجانيك وعضوي ومن أرض صحيحة ومن مكان صح، لأنه حتى لازم يكون محضر بشكل صحيح أو مطبوخ بشكل صحيح ومحضر بشكل صح. عشان تفعل الطاقة اللي فيه طبيعي صحيح. إذن في حل للموضوع في حل للعقم أو في حل عند ستات كتير. الطابع العاطفي والنفساني ممكن يكون أساس. يعني هو بفوتوا في حلقة مغلقة من خوف إن ما بقدروش يحبلوا، بصير في عندي توتر وبصير تسكير بمسارات الطاقة في مجال الرحم، وبمنع من إنه حتى لو كان في تلقيح وكان في بويضة ملقحة بتمسكش بالرحم. صحيح. ليش؟ لأنه الرحم منقبض وما فيش فيه الطاقة المغناطيسية الكافية اللي تلقط البويضة المخصبة. يعني لازم يكون زي مغناطيس يلقط. إذا مغناطيس ضعيف. دكتور أنت أمس في المحاضرة قلت كلام جميل جدا، أتمنى نكثر من هاي الأشياء. الإكزامبل اللي في صورة في مخيلة زي بتاع السالمون وكذا، قلت إن الحيوانات اللي تكون قوية
خلفتها قليلة. صح. والحيوانات اللي تكون ضعيفة خلفتها كثيرة. صح. فالإنسان المفروض يكون قوي. شنو كان تفسيرك لهذا الموضوع؟ أتمنى تعيده. أنا بالنسبة لي الباحة كنت مبسوطة فيه كثير. عمليا هذا لما فسرت قضية السرطان. قلت السرطان هو مش عدو اللي لازم أحاربه وأقتله. خاصة في أسبا في حملات كثيرة لنحارب السرطان. نحارب أنا السرطان. ضدها. يعني تصور بقول في كل حرب فيه جرحى وفيه موتى. أي. فأنت إذا حاربت يعني خلاص. فيش حرب هنا. أي. لأنه ليش إحنا أعلننا الحرب ضد السرطان؟ أي. لأنه ما فهمناش شو السرطان. صحيح. ما فهمناش السرطان هو عمليا معاناة. السرطان هو مرض نتيجة ضعف بالخلايا. وبعمل وبعطيك المثل تبع الأفريقيين. اللي ما فيش عندهم أكل وشرب وبخلفوا كتير. تقول طب يعني معقول إن مش فاهمين إنه فيش عندهم أكل وشرب؟ طب ليش إذا خلفوا زيادة بصير المشكلة أصعب. صحيح. بس هاي هي الطريقة الوسيلة المبدأ البيولوجي حتى حسب أمان حتى يكونوا في البقاء. البقاء هذا هو صراع البقاء. عمليا يعني بخلفوا كتير بس بما انه في امراض وفي عطش وفي جوع جزء منهم بموت بس دائما في حدا بيكمل. وهيك الحيوانات الضعيفة اللي فيش عندها امكانية انه تدافع عن نفسها مثل الفار قلت مثل الفار ومثل السمك ومثل الارانب فبخلفوا كتير بيفترسوهن كتير بس بما انه عددهم كبير دائما من ناحية احصائية بضل. بينما الفيل اللي ولا مرة بخلي الجرو تبعه بدون حماية بتلاقيه بخلف مرة كل 3 سنين حتى لو قدام الأسود بدافع عن الجرو تبعه. الفيل وفي عنده القوة يدافع عنه. حتى عند الناس يعني تطلع على الناس اللي حواليك بتشوفي انه الفقراء هن اللي بخلفوا كتير. اي. والغنيا بخلفوش. ما عندهم اولاد. صحيح. السبب. اذا فهمنا انه المبدأ بدل ما انا اجي اروح اهدم الخلايا السرطانية وكأني رحت وقتلت الاولاد الافريقية لانه فيش اكل كفاية. شو بقول؟ خلينا حتى حل أغذي الأفريقي وأقلبهن لغنيا ساتن لحاله بطل خلفه. إذن الخلايا السرطانية بطعميها. محتاجة غذاء بالضبط عشان هي تبطل تتكاثر ناقصها وتروح. أكسجين وناقصها إلكترونات وناقصها غذاء وناقصها حيوية. ناقصها أكسجين إلكترونات غذاء وحيوية. كيف نفسرهم؟ الأكسجين معروف تنفس وتعرض للأكسجين. الإلكترونات عمليا هي كل المواد اللي بمانع للأكسدة أنتي أكسيدنت. احنا ما نعرف من الأنتي أكسيدنت إلا الكبسولات دكتور وثلاث أرباعها مخشوش. لا لأنه في عندك مواد مثلا خضرة فاكهة طازة أو في عندك مثلا بذور القزحة كتير قوية من كأنتي أكسيدنت. إيش؟ القزحة. شو هي القزحة؟ حبة البركة. ها حبة البركة. سبحان الله. ايه حبة البركة يعني رهيبة من ناحية القوة تبعتها. فيها انتي اوكسيدنت. هي كحبة ولا زيتها؟ الاثنين يعني حبة مطحونة لازم تكون. ايه تأخذ مطحونة. ايه. او الزيت مثل عصير الرمان كثير قوي يعني انتي اوكسيدنت. البندورة عصير البندورة اذا كانت بندورة بلدية. اي اذا احنا نتكلم لو كان الشيء عضوي جايز يعني فهمونا يعني اذا كان اورجانيك عضوي غير كذا مو هذا المقصود. البيض يعني في فرق بين بيض اللي هو كميه اي تبع الدواجن والسخافات ذي والهرمونات وبين البيض البلدي اللي ممكن بالارض في بيض السمان بيض الدجاج بيض الحمام. هذا وفي فرق بين مثلا لحمه الفراخ الدجاج اللي واجب كمية كبيرة كلها لو أموت. وبين التوكلي مثلا زغليل الحمام. أي حمام فيه كطاقة وك فيه طاقة حيوية رهيبة. لحم الحمام بكرة حجيب مزرعة بس أروح منها. لا بدناش مزرعة بدنا طبيعي إحنا مثلية. قصدي أخليهم يجون عندي بالظبط. هذا إشي يعني قد ما كلمتني عن الحمام يعني. أنا على فكرة عملت جهاز
اللي بقيس الحيوية، الطاقة الحيوية لكل الحيوية شيء تبعت كل إشي بناكله بنشربه. حلو. وبنعرف قديش الأكل ملائم إلي شخصيا. أها. وكل إنسان زي الكنسيولوجي يعني البادي. بس هذا إشي يعني الجهاز هذا مثبت علمي. موجود الجهاز هنا دكتور في العيادة؟ هو مش للبيع، أنا بروتوتايب عندي. أفهم بس قصدي نسوي التجربة ونصورها. موجود أنا بجيب. نجيب أكل. نجيب وحط أنا جسمي للتجربة وتعال نجرب ونصورها. يا ريت. نجيب إن شاء الله. فهذا يقيس. يقيس بكلك بالضبط قديش فيه حيوية، حتى المي اللي مشربها. يس. في فرق بين مي ومي. صحيح. وفي فرق بين مي معدنية ومي معدنية. صحيح. وفي البلاستيك وفي في الفخار وفي ديبانز الطاقة الحيوية. ومرات كتير حتى مثلا بتقيس شغلات اللي هي مضرة. اي. بتطلع مفيدة. لإلك. للشخص. مش بس كمانع أكسدة. مثلا إحدى الأشياء اللي شفتها كانت بالنسبة لي يعني. شوكت. إيه قصة الطاقة الحيوية تبعت الكوكاكولا. أها. طلعت عالية. طلع الكوكا كولا انتي اوكسيدنت، ساعتها فهمت ليش كان بالاساس علاج. صحيح. ولحد اليوم بمستشفيات الاطفال بنستعملها للاطفال اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. في الكولا الاورجانيك اهم شيء انه ما يكونش فيها لا سكر ولا محليات تانية. اي لا في الاورجانيك فيها السكر الطبيعي ممتاز. البراون شوجر في كوكا كولا اورجانيك. هاي ممتاز. انا اجيبها بصراحه الكولا الاورجانيك. جبتي معي؟ طعمها يهبل. لا والله المفروض ان انت هنا عندك يعني. دبي كل شيء فيها بصراحه. والله عشان نيجي على دبي من دوكا. في كوكا كولا الاورجانيك. سو معناها الكوكا نفسها الكولا نفسها النبته هي انتي اوكسيدنت عالي. عالي. لو نحصل على الكولا نفسها كيف ناخذها؟ نطحنها نشربها نغليها النبتة؟ لا انا قصدي المشروب. مو المشروب فيه اضافات احنا ما فينا نشجع عليه. لا فيه فورمولا ما بعرفش الفورمولا اللي هني لانه لا في اضافات. الفورمولا هي سريه. في سريه لانه فيها حتى ما فينا نتكلم في اشياء خطره نتكلم. والله اعلم احنا ما بنحطش عدم. لا لا القهوه. اي القهوه يعني رهيبه من ناحيه الامكانيات الانتي اوكسيدنت تبعها. بس اي قهوه؟ اسا القهوه فيها القهوه مع هيل في فرق بين قهوه اسبريسو وقهوه غليان بالطريقه العربيه. ايوه مين الاحسن؟ الاسبريسو. جد؟ والله قصه الاسبريسو نتيجة وجود ضغط عالي بالجهاز نفسه. أي. بتطلع درجة حرارة عالية اللي بتخلي كمية إلكترونات أكبر تطلع بالقهوة من الغليان. واو. والله. وبعدين حتى إحنا نتخلص من مفعول الكافيين نحط الهيل. لا نعمل حقنة شرجية. ها إذن أنت القهوة بالنسبة لك افضل حقنه شرجيه مش شرب. نعم. عشان يتعب الكبد اذا كان الكافيين العالي يتعب الكبد. لا ما هو الكبد اذا كانت شرب قصدي بالناحيتين بيصل للكبد. أي. الكافيين بس لما تعمل حقنه شرجيه بيصل للكبد والكبد بيفرز الكافيين بالمراره وبيطلع مع الخروج. بينما لما تشرب القهوه بالاول بفوت على الدم وبعدين بيصل للكبد. بهذا الوقت بروح على المخ وبروح على الجهاز العصبي والكافيين بيأثر. شو بيساوي عمليا؟ بيعملنا يعني مثير وباخذ طاقه من الجسم بدل ما يعطينا طاقه للجسم. احنا بنقيم الكافيين ونخلي الطاقه الحيويه تبعت القهوه بشكل نقي تفوت على الجسم من خلال الحقنه الشرجيه. من خلال الحقنه الشرجيه. نعم دكتور. النكست حلقه انطرونا نبي نصور الجهاز قياس الطاقة الحيوية لكل شيء إن شاء الله ونشوف هل كيف ملائمته للأجساد. زين الناس العاديين اللي ما عندهم هذا الجهاز كيف ممكن يعملوا الكونسيولوجي؟ كيف ممكن يعملوا قياس الطاقة الحيوية؟ لأن أنا بعرف في طرق كثيرة للجسم تخليك تعرف هذا الشيء. إحنا بنستعمل ناسبك أو لا. إحنا بنستعمل عملية الترميش بدل الكينيزيولوجي بدل استعمال العضلات. عن طريق الترميش تقدر تعرفي. بس احنا يعني انا شددت على الموضوع العلمي. ليش؟ يعني انا بدي انه كل مرة فحصنا مادة معينة تعطينا نفس النتيجة. اذا انا بعطي
القهوة بالكينيزيولوجي لعشر أشخاص ممكن يعطوني عشر نتائج مختلفة. طب ممكن جسمه هو مو متقبلها، معناته لا، مش انه انا بدي بسأل عن قديش فيها حيوية. ايوه لا لا، احنا قد ايه فيها حيوية بنعرفها، بس قديش هذه هي نفسها ملائمة لهذا الجسم. كمان بتضل هذا اشي سبجكتيف، يعني في له تأثيرات خارجية تانية اللي ممكن تأثر على دقة الفحص، لانه طبعا. انا بقوله لحد لانه بستعمل كمان عملية الترميش وبعمل تشخيص على بعد، يعني حتى بدون ما اشوف الاشخاص. يس. وفيه ممكن نعمل اغلاط، يعني مش 100% سليم. فمن هون احنا بقول خلينا نشدد على الطابع انه اذا فحصت شيء يعطيني نفس الفحص، مش مهم مين اللي فحص. صحيح. بشكل ثابت يعطيني نفس النتيجه. دكتور، في ناس كثيرة حابة تتعلم في الأكاديمية عندك. نعم. وين أكاديميتك وكيف يتواصلون معك؟ أول شيء في عنا رابط إنترنت اللي ممكن يشوفوه. الأكاديمية موجودة في هرسلية، هي في شمال تل أبيب على البحر. زي ما أنت شايف كثير حلو المنطقة. جميل. جميل. أي. أنت في أفخم منطقة. الحمد لله، يعني هذا كان من ربنا. نشكر الله على النعمة. ونعمل هذا الورشات عمل اللي هي 7 لقاءات، جزء من اللقاءات راح تكون على الزوم والجزء الثاني راح تكون فرونتال. اوكي. سو كيف يتم التسجيل؟ راح نحط رابط للتسجيل في الأكاديمية للي يحب يتعلم عن بعد. نعم. واللي يحب يتعلم عن قرب، ولا ما في؟ لا، لازم عن قرب وبعد. اول مراحل، الثلاث مراحل الاولى او الاربع مراحل الاولى راح تكون عن طريق الزوم اونلاين. اونلاين. اوكي. وبعدين الورشات العمليه اللي لازم يكون موجودين حتى نتعلم الطرق العلاج. هل بس في اسرائيل الورشات العمليه؟ هل ممكن برا؟ راح نعملها برا. اوكي. لانه في ناس لانه في ناس مش راحين يقدروا يجوا لهون. فممكن نعملها في مناطق حيادية، ممكن تكون في شرم الشيخ، ممكن في تركيا، محلات اللي كل واحد ممكن يجيها إن شاء الله. إذن اللينك والرابط موجود، اللي يحب يجي أنا أولكم في الأكاديمية إن شاء الله تقبلوني، يعني لأنا مشاكس. كل سرور. كل سرور. شكرا.